السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ طيبين إن شاء الله. اليوم جبت لكم تطبيق لاختراق شبكات الواي فاي. صراحة تطبيق جدا أني يعني من أفضل التطبيقات هذا اللي استخدمته لاختراق شبكات الواي فاي. هسا عليكم شلون تستخدموا يا أصدقائي. ندخل على التطبيق يا أصدقائي، الرابط إن شاء الله تلقوه بالوصف. ننتظر بما تفتح لنا الواجهة مال التطبيق. تعطي شروط موافق يا أصدقائي، موافق هذا الشكل. نجي نشوف هسه هنا الشبكات موجودة، مثلا انا اريد هاي الشبكة، مثلا هاي الشبكة يا اصدقائي. يقول لي اقدر برقم بي اي ان مخصص. ان شاء الله بالحلقة الجاية راح اشرح لكم شلون تكنك على الشبكة، اذا كنكت على الشبكة وغيره والباسورد ما تقدر ترجعها. وهذا البرنامج يا اصدقائي، هسه نعطي رقم بي اي ان مخصص. ما هسه ينتظر نشوف، انتظر بين بس التطبيق بإعلانات فشلة. انت يعني جرب هواي شبكات يا اصدقائي، مثلا هاي الشبكة هاي الشبكات اصدقائي. صراحة البرنامج ما يحتاج روت، واكو ميزات بيه تحتاج الروت، اذا يعني الروت يصير افضل. لنا وصلنا لنهاية الحلقة، خلصنا شرح، تنسوا اللايك والاشتراك بقناة سلفا موجود، وشكرا.